ولتفاصيل أوفى حول مجريات استقبال الطعون معنا من مقر المحكمة الدستورية أحمد خير الدين. أحمد مساء الخير، إذن هل من تفاصيل حول دراسة ملفات أو دراسة الملفات المدعى على مستوى المحكمة الدستورية؟ تفضل. مساء الخير سهام، بالفعل نحن من داخل قاعة العمليات أو قاعة الإعلام الآلي بالمحكمة الدستورية، هذه الخلية النشطة التي يواصل فيها أعوان المحكمة الدستورية مراجعة ملفات المترغبين في الترشح للانتخابات الرئاسية المقررة في 7 سبتمبر. كما تتابعون هذه المشاهد والصور على المباشر من داخل المحكمة الدستورية، هذا الأعوان يصلون الليل بالنهار في عملية مراجعة والتدقيق في مختلف الاستمارات التي تقدم بها الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية. نذكر فقط أن المحكمة الدستورية تلقت إلى حد هذه الساعة 4 طعون من الراغبين في الترشح المرفوضة ملفاتهم من السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات. وللحديث أكثر حول مجريات هذه العملية والتفاصيل المحيطة بها، نسعد بأن يكون معنا في المباشر السيد أحمد إبراهيم بخاري، وهو مدير الشؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية بالنيابة. مرحبا بكم معنا سيدي في نشرة الأخبار على شاشة التلفزيون الجزائري. سيد أحمد إبراهيم بخاري، لو تضعنا في آخر مستجدات هذه العملية ونحن من قاعة العمليات. أهلا وسهلا بك سيدي. إذن الحصيلة النهائية للطعون الانتخابية المودعة لدى أمانة ضبط المحكمة الدستورية هي 4 طعون، وحيث بمجرد تلقي المحكمة الدستورية هذه الطعون تولى السيد رئيس المحكمة الدستورية تعيين الأعضاء المقررين لدراسة ملفات الراغبين في الترشح الذين أودعوا ملفات ترشحهم أو أودعوا طعونهم لدى مصلحة أمن الضبط المحكمة الدستورية. شكرا جزيلا لكم سيدي على كل هذه المعطيات وكل هذه التفاصيل. وسهام، أرجو أن يقوم المصور بنقل هذه الصور على المباشر لعملية التدقيق والمراجعة في كل ما تقدم به الراغبون في الترشح للانتخابات الرئاسية من مقر المحكمة الدستورية، حيث نتابع وإياكم العمل الذي يقوم به الأعوان المكلفين من قبل المحكمة الدستورية، وذلك في الإطار القانوني وانتظارا لما ستسفر عنه هذه العملية أو المحطة المهمة في هذا المسار الانتخابي. انتخابات 7 سبتمبر كما قلنا سهام هي محطة مهمة تتجه إليها أنظار الكاميرا ووسائل الإعلام المحلية والدولية، وفيه أيضا إضافة للسيد أحمد إبراهيم بخاري فيما يتعلق بهذه العملية التي مهلتها أسبوع في إطارها القانوني. إذن شرع أفواج العمل منذ تلقي أول طعن بدراسة كل الملفات والتحقق منها، وكذا دراسة استمارات اكتتاب التوقيعات للراغبين في الترشح الذين رفضت ملفات ترشحهم. بعد التحقيق اليدوي تم تحويل كل الاستمارات إلى مصلحة الإعلام الآلي، حيث تتولى هذه الأخيرة الدراسة أو دراسة الآلية والمعلوماتية لكل هذه الاستمارات، لتأتي بعدها مرحلة إعداد التقارير وكذا مشاريع قرارات وكذا مشروع اعتماد القائمة النهائية. إذن الخلايا كلها مجندة، المورد البشري مسخر، كل هذا من أجل إنجاح العملية الانتخابية والإعلان عن القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية المزمع تنظيمها في 7 سبتمبر 2024، وهذا في الأجال المحددة قانونا وهي 7 أيام. شكرا جزيلا لكم السيد أحمد إبراهيم بخاري مدير شؤون القانونية والقضاء الدستوري بالمحكمة الدستورية على كل هذه التوضيحات، والشكر أيضا مشاهدينا الكرام للمحكمة الدستورية التي فتحت لنا أبوابها من أجل نقل هذه المشاهد الحصرية والصور الخاصة بهذه العملية. الشكر أيضا موصول لك أحمد خير الدين على نقلك لكل هذه التفاصيل، والفريق العامل معك كذلك كنت معنا مباشرة من مقر المحكمة الدستورية.